ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وسلامة. أنا النهاردة جايب لكم شرح جديد لأداة بسيطة جدا جدا جدا، وهي الأداة دي. بس قبل ما نبتدي في الشرح، يا ريت اللي مش مشترك في القناة ينزل يشترك دلوقتي ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا فيديوهاتنا أول بأول. ولو عجبك فيديو النهاردة متبخلش علينا بلايك وشير عشان كل أصحابك يستفادوا. يلا بينا نبدأ الشرح. طيب ايه هي الأداة دي وبتعمل ايه بالظبط؟ ده اللي هقولكوا دلوقتي قبل ما نخش على الشرح على الكمبيوتر. الأداة دي بتخلي لك الكمبيوتر بتاعك يبقى زي اللابتوب بالظبط، لأن الفرق ما بين اللابتوب وما بين الكمبيوتر هو إن اللابتوب ممكن نحطه في شنطة ونروح نستخدمه في أي مكان بره ومعانا في أي مكان بره، لكن الكمبيوتر طبعا ثابت في البيت، ما نقدرش إن احنا نشيله ونستخدمه في أي مكان زي اللابتوب. تاني حاجة، اللابتوب بيشتغل بطريقتين عشان نوصله النت. هو أول طريقة الكابل اللي بناخده من الراوتر لللاب أو عن طريق الواي فاي. طبعا الكمبيوتر مش كده، الكمبيوتر بنستخدمه بسلك طبعا من الراوتر للكيس عشان نقدر نشغل من عليه النت. لكن الأداة دي دلوقتي بتسمح لنا إن احنا نشغل على الكيسة بتاعتنا أو البي سي بتاعنا، نقدر نشغله واي فاي من غير سلك. لو في بعض الناس بيبقى عندهم مشكلة مثلا في مخرج كارت اللان في الكمبيوتر، أو في مشكلة في مخرج بتاع جهاز الكمبيوتر من الراوتر، طبعا بيبقى عندهم بعض المشاكل كده، فبيلجأوا إن هم محتاجين لأ أنا عايز أستخدم النت على الكمبيوتر بتاعي. فجبت لكم الحل النهاردة، وهو الأداة دي بتبقى عبارة عن فلاشة كده، نفتحها مع بعض ونشوف محتوياتها إيه. تمام، هي بتيجي كده يا جماعة زي ما انتم شايفين، لو انتم شايفين في الكاميرا يعني، هي بتيجي الأداة دي بالظبط فلاشة، نحطها في الكيس. تمام، والمفروض ان هي تتعرف لوحدها، وهوريكم دلوقتي الطريقة ازاي. ولو ما تعرفتش لوحدها بيجي معاها الاسطوانة دي اسطوانة التعريف بتاعتها. دي أداة كويسة ومش غالية على فكرة، عشان بس الناس ما تفكرهاش ان هي غالية. لا مش غالية خالص، ده كلها ب60 جنيه. انا جبتها من مول البستان في وسط البلد، كلها ب60 جنيه. فلو انتوا حابين تستخدموها هتفيدكوا جدا جدا جدا. انا واحد من الناس، انا ما عنديش اي مشاكل في الكمبيوتر، بس انا مشكلتي الوحيده في السلك. انا ما عنديش مكان اوصل يعني امشي منه السلك، فبيبقى منظره مش حلو، ممكن في اي لحظه حد يتشنكل فيه او حد يقع. فطبعا انا بالنسبه لي دي هتوفر لي الكلام ده كله، بتسمح لي ان انا اشغل واي فاي من على الكمبيوتر زيه زي اللابتوب بالظبط. ويلا بينا على الشرح على الكمبيوتر، اشرح لكم بتتسطب ازاي وبنشغلها ازاي. يلا بينا نبدا. يلا بينا نبتدي الشرح. وده يا جماعة الكمبيوتر. تمام، ببتدي إن أنا أوصل الفلاشة في الكيسة كده. تمام، زي ما انتم شايفين المفروض إن هي تظهر دلوقتي، ما جربتهاش قبل كده، لسه بجربها معاكم دلوقتي. المفروض إن هي تظهر هنا، مظهرتش. تمام، ببتدي إن أنا زي ما قلت لكم كده، في فلاشات يعني بتعرف نفسها وبتسطب نفسها تلقائي على الكمبيوتر، في فلاشات لا. طبعا انا معايا الاسطوانه بتاعتها، خلاص دخلت الاسطوانه كده في الكيسه. تمام، ظهرت معايا بالشكل ده. هدوس هنا run auto run dot exe، انا هسطب الفلاشة بتاعتي، فلاشة الوايرلس. تمام، هنا بيقول لي ويندوز وماك ولينوكس ويوزر مانوال وبراوزر سي دي. تمام، ببتدي ان انا ادوس هنا على ويندوز لان انا شغال على ويندوز عادي. تمام، تظهر لي هنا، ادوس يس. تمام، بيتسطب معايا هون، ان هي بتاخدش وقت يعني. انا بدوس له نيكست. تمام، بيبتدي يتسطب معايا اهو. واللي جالي تثبيت الان، خلاص كده المفروض ان هو اتسطب. صدقوني يا جماعة بجد أداة ممتازة جدا وهتفيدكم جدا 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 لأي حد
بيعاني من مشكلة إن السلك شكله مش لطيف، إنه عنده مشكلة في كارت اللام. الحاجات دي كلها بتفرق معاه جدا. الأداة دي بتسمح لكم إن أنتوا تشغلوا واي فاي على الكمبيوتر وما نحتاجش لأي وصلات ولا الكلام ده كله دلوقتي، فبيبقى زيه زي اللابتوب. بس أنا قلت الفرق بينه وما بين اللاب، إن اللاب بقدر إن أنا أشيله في شنطة وأستخدمه في أي مكان وأنا بره، لكن الكمبيوتر طبعا لأ. فبالتالي يعني إلى حد ما دلوقتي يعني نزلت أدوات ونزلت حاجات في تطوير الكمبيوتر بشكل كبير. تمام يا جماعة، هي المفروض كده إن هي خلاص بتقول إن هي بتطبق. تمام، بس نستنى لحد ما ننتهي من التخطيط بالكامل بحيث إن إحنا سطبنا الفلاشة بشكل صحيح. تمام، زي ما أنتم شايفين كده يا جماعة، أنا دوست هنا. أنا طبعا عشان موصل كابل نت، فأنا لو شيت هيظهر لي هنا على نت الواي فاي، وأقدر إن أنا طبعا أستخدم الواي فاي عادي جدا جدا. وده كان شرح النهاردة، أداة بسيطة ومش غالية، نقدر نجيبها من أي مول كمبيوتر. ف يعني أنا شايفها أداة ممتازة جدا، وهتبسط لي إنه أنا يعني ما بهدلش الدنيا حواليا وما أعملش كتير ويبقى شكل المنظر العام مش لطيف. فدي بتوفر لي حاجات كتير جدا جدا جدا، وبتخليني ان انا اقدر استخدم واي فاي. وعايز اقول لكم على حاجه ميزه برضو فيها، ان هي بتبقى سريعه جدا جدا في النت، مش بس بتخليك ان انت تضبط شبكه واي فاي، لا بالعكس، ده كمان بتخليك تستخدم النت بسرعه فائقه جدا. لان يعني بعض الكابلات لو في كابل كده اللي هو كابل النت من الراوتر للكيسه، لو كابل مش نضيف فبيخليك تستخدم النت ببطء جدا، وده اللي انا بعاني منه. عشان كده جبت الفلاشة دي. انا السلك عندي انا جبته، الكابل اللي انا جبته مش اصلي ومش يعني كنوع مش كويس اوي، فبالتالي يخليني استخدم بيهنج رغم ان انا باقة النت عندي عالية. فبالتالي الفلاشة دي هتخليني ان انا استخدم واي فاي وبسرعة عالية جدا. ده كان شرح النهاردة، اتمنى انك أتمنى أكون بسطت في الشرح النهاردة. واستنوا الشرح التانية على قناة اللو أونلاين. يا ريت يا جماعة اللي بيتفرج عليا مش مشترك في القناة ينزل يشترك دلوقتي وتفعل زر الجرس عشان يوصلوا فيديوهاتنا أول بأول، ومتبخلش علينا بلايك وشير عشان كل أصحابك يستفادوا. استنوا الشرح التانية، سلام.